السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل مع بعض الانيميتد ويفي باك جراوند اللي في الخلفية دي. طبعا فكرتها إن شاء الله بسيطة جدا، والحاجات اللي احنا نستخدمها في عمل الفيديو انت استعملتها قبل كده كتير، مجرد بس ما تعرف الفكرة هتنفذها على طول. طيب كالعادة يا صديقي، جرب توقف الفيديو وتعمل الشكل بنفسك، وإن شاء الله تعمله أفضل مني كمان، وبعد كده تقدر تتفرج على الفيديو. خلينا نخش في الموضوع على طول وندخل على ال HTML. عندنا البيج هو الديف اللي ماسك العناصر كلها، الكارد عشان تشوف الانيميتد باك جراوند بتاعتك، لو حطينا فيها كارد ظريف كده هيبقى شكله ايه. هستعمل واحد من المواقع اللي تقدر تضيف منها صور اون ذا فلاي زي موقع بليس هولدر. الصوره بتاعتنا الويت 280 الهايت 400، دي الباك جراوند، ده الكلر، ده التكست الموجود فوق الصوره. عندنا هيدنج نكتب فيه كارد تايتل، عندنا باراجراف نكتب فيه لوريم 5 كلمات بالشكل ده، وكده ال HTML بتاعنا خلص. البيج بتاعتنا هيكون الهايت ميد فيو بورد هايت عشان تاخد الطول بتاع الصفحة كاملة، وبعد كده هستعمل السودو element عشان اعمل الشكل اللي انت شفته اللي هو الانيميتد باك جراوند. خلينا نخش على طول هنا ونعمل التنسيقات بتاعتنا on the fly عشان نتفرج على اللي بيحصل. اول حاجة position fixed علشان انا ناوي اخلي الباك جراوند او الشكل اللي انت شفته في الاول يطلع بره الشاشة، فمش عايز اي overflow يحصل. قبل ما اوريك الشكل انا هخلي الشكل حجمه صغير جدا عشان تتفرج على الانيميشن شكله ايه، وبعد كده نبدأ بقى نكبر الشكل بتاعنا ونخليه يطلع بره الشاشة. فهديله width 30% وhight 10%، وهديله باك جراوند كلر نفس اللون الازرق اللي انت شايفه ده اللي هو ده الكود بتاعه. بعد كده هبدا اقول له ليفت 50%، توب 50%، وتقدر بقى ان انت توسطه عن طريق ترانسفورم عادي جدا، لكن انا مش هوسطه طوليا وعرضيا. هقول له هنا ترانسليت اكس بس سالب 50%، فوسطته انا كده بالعرض، لكن انا مش عايز اوسطه بالطول لان انا محتاج ان الشكل بتاعي ينزل تحت خالص، لان هو هيكون فوتر لسكشن زي ما انت شفت، فما ينفعش طبعا يكون في نص الشاشه. طيب نبدا نعمل الشكل البيضاوي بوردر راديوس 50% بالشكل ده، ونبدا بعد كده نقول له زد اندكس سالب 1 عشان يبقى ورا العناصر كلها، هو ده المطلوب وده اللي انت شفته في البدايه. الفكرة اللي انا عايز اعملها ان انا عايز اعمل تأثير الويف، فانا احتاج استعمل واحدة من خواص CSS3 زي السكيو. السكيو بتاعتنا لو خليته مثلا هنا 0 عشان اوريك اللي بيحصل، وهنا 0 بالشكل ده، وابدأ ازود هنا زي ما انت شايف هتلاقيه بيلف كده، لا انا عايزه بقى العكس كده، يبقى بالشكل ده ينزل زي ما انت شايف كده وحجمه يتمدد ويرجع تاني مكانه فيعمل تأثير الويف. جميل قوي، يبقى دي التنسيقات بتاعتنا وكله تمام، ومحتاج بس ان انا ابدا اضيف الانيميشن بتاعي. خلينا نضيف دول الاول بالشكل ده ونشوف الانيميشن بتاعنا هيبقى نظامه ايه. الانيميشن بتاعنا هسميه مثلا ويف على سبيل المثال، او ويفنج. المده بتاعته هتبقى 10 ثواني او 8 ثواني، بس احنا في الاول هنخليها ثانيتين ثلاثه عشان ما نملش ونتفرج بس على الشكل. هيكون ايز ان واوت بالشكل ده، وهيكون انفينيت، وهيكون الترنيت زي ما انت شايف الانيميشن سايكل اتريشن، كل ده شرحناه في سي اس اس 3 عشان تكون يعني عشان ما احبش ان انت تمل ان انا اشرح كل حاجه، بس عموما الانيميشن هيروح ويرجع في نفس الاتجاه، مش هتحس باي قطع خالص. وهشيل الالترنيت واوريلك كمان عشان تبقى ملم بكل حاجه باذن الله. طيب نبدا بقى مرحله الانيميشن بتاعنا نفسه، هنعمل فيه ايه. هادي الكي فريمز اسم الانيميشن بتاعنا، وعندنا فروم وعندنا تو. الفروم بتاعنا هو اللي انت عامله هنا زي ما هو كده، ده الوضع اللي انا هبدا منه. ترانسليت سالب 50 عشان العنصر يبقى في النص، وهنا السكيو زي ما انت شفت الحركه اللي انت شفتها. عند ال 100% بقى هنبدا نعمل تغييرات شويه. السالب 50 دي هنخليها سالب 20 او 30 عشان اخليه يبدا يتمدد شويه، هو كده بيتحرك طبعا ناحيه الشمال بالسالب، بس انت هيتهيأ لك ان هو بيتمدد. بعد كده بقى هنعكس السالب 10 دي، انا هرجعها مكانها هخليها 0 بالشكل ده، والصفر اللي هو الوضع الطبيعي اللي كان موجود فيها خليها 10 ديجري عشان يطلع لفوق تاني، فيبدا يعمل لك التوازن اللي هو كانك بتمدد الحاجه. انت هتشوف دلوقتي بالظبط، شايف كانك بتمرجح الحاجه كده زي ما انتوا شايفين.
طيب حلو قوي الكلام ده لحد هنا، تمام، ما عندناش مشكله خالص، وفضل لنا بس حاجه بسيطه جدا للعلم، احنا يعتبر خلصنا، فضل لنا ان احنا نبدا نزود المساحه بتاعته جدا. يعني ابدا انا دلوقتي اخليه بقى يطلع بره الشاشه جدا جدا، ليكن مثلا 250% بالشكل ده او 300، وهنا الهايت هيكون 100% زي ما انت شايف كده، الاتنين طلعوا بره الشاشة. لو عملت كده هيحصل ايه؟ هيحصل اوفر فلو زي ما انت شايف كده، عشان كده استعملت في الاول خالص الفيكسد. حلو جدا، عملنا المطلوب، بس الانيميشن سريع جدا، فلازم بقى ايه نخليه حاجة كده هادية خالص، على الهادية زبادي زي ما بيقولوا، علشان خاطر تبدأ تشوف النعومة زي ما انت شايف كده. طيب نضيف بقى الشغل اللي احنا عملناه ده كله، اللي هو مجرد انا كررت بس العشرة. ممكن اخلي لك دي 5 لتجربة الالترنيت، عشان لو انت واحد الناس اللي فوت كورس سي اس اس وهتزعلني. بص ايه اللي هيحصل، بص اما الانيميشن يخلص هيحصل ايه، شايف القطعة اللي هتحصل، شايف دي القطعة اللي هتحصل، الالترنيت مش بيخلي لك القطعة دي تحصل، وشرحناه بالتفصيل زي ما قلنا. طيب خلينا بقى ننسق الكارد، المفروض الكارد ده مفيهوش حاجة يعني جديدة عليك، بس مفيش مانع ان ننسقه كتطبيق، كأننا بنعمله تطبيق يعني. عندنا الكارد وعندنا الصورة اللي جواه، عشان كل ده هننسقه on the fly، وعندنا ال H2 والباراجراف، ادي ال H2 وادي الباراجراف. وتعالى بقى هنا هتقولي تعالى فين، اقول لك لا مش انت، انا اقصد يعني الكود. ادي الكارد بتاعنا، ممكن نديله ويدث 300 بكسل، نديله بادنج 20، نديله بوزيشن ابسولوت، نوسطه في نص الشاشة، ليفت 50، توب 50، ترانسفور ترانسليت بقى دي اللي هي هوسط بيها طول وعرض، مفيش مشكلة، سالب 50 سالب 50، تمام جدا كده التوسيط. تكست الاين سنتر، تمام جدا. عندنا ايه تاني؟ الخلفية نخلي اللون ابيض بالشكل ده، تمام. بوردر راديوس 10 بكسل، تمام جدا. لحد دلوقتي احنا محتاجين بوكس شادو، ادي البوكس شادو 0 0 10 بكسل 3 دي، ده اللون بتاعنا. لو حسيت انه غبي ممكن تعمله انست، تخليه داخلي عشان ما يعملش الحركة الجلو اللي انت شايفها دي وطلع بره كده شكلها بايخ صراحة، كده اظرف بكتير. طيب ناخد التنسيقات بتاعتنا نضيفها في الكارد ونشوف مع بعض. الامج بتاعتنا هنقول له ماكس ويدث 100% عشان ما تعديش الكارد، وممكن نعمل لها بوردر راديوس 10 بكسل. والله انا مش فاكر هي كانت معمول لها ولا لا، بس مفيش مشكلة مش هتأثر خالص لو عملناها. وهنا في اختبار كده ممكن نعمله، احنا يعتبر خلصنا يعني. خلينا اقول له مارجن زيرو. يا ترى يا شباب بدون المارجن زيرو دي هو ليه هما بعيد عن بعض؟ انا هسيبك تفكر في الاجابة عشان اشوف انت مذاكر ولا لا، وبعد كده هقول لك في نهاية الفيديو. مارجن زيرو وهنا مارجن زيرو برضه. الباراجراف والهيدنج عملت مارجن زيرو ومع ذلك لسه بعيد عن بعض، ولو عملت كده مش هتشوف اي حاجة. يا ترى ايه السبب؟ فكر شوية صديقي، وقف الفيديو عشان تسترجع معلوماتك. السبب هو اللاين هايت. لو جيت عملت كده لاين هايت 1 ودي لاين هايت 1 هتبدأ تشوفهم لازقين في بعض بالشكل ده. كده شباب احنا خلصنا والحمد لله، يا رب الفيديو يكون ظريف وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.